اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من البرنامج ديالكم فولورز. اليوم معنا اليوتيوبرز المحبوبه كنزه الغماري. مرحبا بك. بارك الله فيك، ترحب بك الجنه، ولي الشرف انني معاكم اليوم. الشرف لينا معنا واحده من عائله الغماري، وكنسلموا على ماماك مهر المنبر والاخت ديالك ماجده، حيت حتى هما بجوج بهم دي يوتيوبرز ياك. وي ربي يخليك. شنو رايك كنزه نشوفوا واحد بورتري فنبدا عن الحياه ديالك اللي وجدناها للمشاهدين ديالنا والرجعه. مرحبا. ضيفتنا اليوم صاحبة الوجه الطفولي والابتسامة البريئة كنزة الغماري. كنزة من مواليد 2001 بمدينة دار البيضاء برج العقرب. حصلت كنزة على شهادة 9 إعدادي، ومن هنا قررت تنقطع على الدراسة بسبب ظروفها العائلية. لكن في سنة 2007 دخلت كنزة العالم يوتيوب من بعد ما كانت الفكرة ديال الأم والأخت ديالها في البداية، وكان محتوى القناة ديالها هو الطبخ. لكن لسوء الحظ ما لقاوش فيديوهاتها نسبة كبيرة من المشاهدة، هادشي اللي خلى كنزة تغير المحتوى ديال قناة للميكاب والمقالب، وهنا بدأت كتحقق شهرة كبيرة في السوشيال ميديا، بحيث صبح عندها أزيد من 189 ألف فولوورز على الانستغرام، وأزيد من 390 ألف متابع على قناتها باليوتيوب من مختلف المدن، من بينها الدار البيضاء، أكادير، بات، مراكش، ومدينة طنجة. كيف جاك البورتري؟ زوين بزاف، شكرا. حالك؟ ربي يخليك. دونك نمشي ومشاهدينا للفقرة الأولى واللي هي بوز. في هذه الفقرة كنزة كنشوفوا واحد الفيديو اللي عملت لك البوز بزاف، وكل شيء بارطاجها وكل شيء هضر عليها. واخا واخا كنت نسد الباب وماما ما كايناش. شنو ليش هذا؟ اه حبيبتي، ولا 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 دابا واش شي طاح كنزة؟ اه صاحبتي شبر، واش واش بصح نيت حفيظ الله لا خلد الله في عمك كلها بلاتي حيث يقول الله تديها وها قوم شو بقيت لقيت وها سيمانة دا وصافي تخطأت انا شي المصبع ولا كنت عصب طرقي شي مش مبغيتش نصور معاه كنا واحد ساعتين كاع واخا شعلي كنجيو شعلي. كنجيو تحيه للصديقه ديالك اللي رافقتك اليوم. وي كنتو غتصوروا شي فيلم قصير وعملتي لها هذا المقلب؟ كنا كنصوروا فيلم قصير وصافي طاحت ليا في بالي غير باغازاغ، قلت اجي ندير فيها مقلب، وما كنتش نهائيا كنتوقع انه غادي يعني هو اللي غيكون البدايه ديالي. الحمد لله زعما لقى اقبال كبير لدرجه كانوا عندك 30000 فولوورز رجعوا 100000 فولوورز. وي في ظرف شهر. هذا كتسميه بوز نيجاتيف ولا بوزيتيف حيت المحتوى لا. هو التضخيم؟ لا بوزيتيف، هو صراحة أنا فرحت بزاف لحقاش ولقى انتقادات بزاف صراحة. حاليا شاد الانتقاد يعني كيقولوا لك راه شتي المقلب ديال التدخين، وخصوصا أنني بنت يعني قال لك لا ما تديريش بحال هاد المقالب، ردوني أنا كنكمي بالصح وبالعكس يعني بان الصديقة ديالك أنها كونتر أنك تدخن وتعصبت. عجبهم عجبهم من واحد ناحية، ومن واحد ناحية أخرى يعني الناس راه جوج ديال الحوايج، كاين اللي كيتقبلوا بحال هاد المقالب وكاين اللي ما كيتقبلوهمش. الوقت اللي كنتي يعني كتقدم غير الطبخ في القناة ديالك ما عمرو ما عملك شي فيديو البوز؟ لا نهائيا، كنت كندير لهم الطبخ وكنحاول يعني نعطي شي حاجة اللي زوينة، كنت يوميا كندير لهم فيديوهات ديال الطبخ ولكن ما لقاوش إقبال نهائيا. يعني كاينين اللي كانوا كيقدروا يقول لي إلا بغينا نشوفوا فيديوهات ديال الطبخ راه غنمشيو للقنوات اللي خاصين بالطبخ. وصافي ما لقاش إقبال، وحاولت نبدل والو، وملي درت هذا المقلب الحمد لله يطلع لها اقبال اكثر. آه. واخا كنزه شنو رايك تقربنا حياتك اكثر في الفقره الثانيه واللي هي جوسيب؟ كنزه في هذه الفقره غنبرققوا شويه في عائله الغماري كامله بما انك واحده منهم. رجعوا من الصغر ديالك، كنتي حشوميه بزاف وصوتك ما كيتسمعش، ومن بعد تبدلتي كاريمون لان عكس هادشي اللي كنشوفو في الفيديو ديالك كنلقاوك انفعاليه وكتضرب بحال اللي قالت ماجده.
اي الصراحه كنت داخله سوق راسي فاش كنت صغيره وكنت سكوتي بزاف لدرجه ان الناس كانوا كيحقروا عليا بقوه ما كنتش كندوي على حقي، وهذا الشيء سبب لي انفجار ملي كبرت. يعني حاليا عندي مرض القلب، عندي الاعصاب في القلب بسبب انني ما كنتش كنخرج، يعني ديما كنشوف شي حاجه وكنسكت، فهذا الشيء سبب لي الاعصاب في القلب. والحمد لله يعني دابا شويه وليت كنداوي راسي براسي. دونك هذا هو السبب اللي خلاك انك تبدل. ياك تبدلت بزاف، ومن بعد ما دخلتي اليوتيوب لاحظتي بلي ان الشخصيه ديالك زادت تبدلت. وزادت قوات، يعني ما كنتش كنقدر نواجه العالم نهائيا، والانتقادات حتى هي قواتني بزاف. ودابا العالم واش كتواجهوه غير امام الكاميرا ولا حتى مباشره تبدلت الشخصيه ديالك؟ لا حتى مباشره، يعني مع الناس كنحشم، ولكن واحد شويه، يعني كاين واحد التغيير كبير ما بين قبل وما بين دابا. يمكن لك كنزات قلنا شنو هي الظروف اللي خلاتك تخرج من القرايه في التسعة؟ صراحه الظروف كنت عايشه الحمد لله بخير مع العائله ديالي، وكنا دزنا من واحد الازمه لحقاش ملي حليت عيني وحنا كنقراو في بريفي كاملين، وديك الازمه خلتنا اننا كلنا خرجنا في عام واحد من القرايه، يعني ماشي غير انا، خوتي كاملين خرجوا، رجعت اختي ماجده تكمل، وخويا يوسف حتى هو رجع يكمل. انتينا كيطلبوا منك لي فولورز تكمل وكترفض؟ انا ما قدرتش. شنو السبب؟ لا صافي، ملي خرجت ما قدرتش نعود نرجع، جاتني صعيبه. ما تعلمتيش من تجربه ماجده مثلا حتى هي رجعت؟ لا. ودابا ما ندماناش علاش خرجتي؟ ندمانه صراحه، ولكن ما غاديش نرجع لحقاش. دابا نقدر نقول لك انني كبرت، ما رضاش انني نقرا مع دراري صغار مني. فهمتك، حيت ماجده خرجت ديجا فواحد النيفو زايد. دونك جات سهله. شنو تقدر تنصح لي فولورز؟ واش يتبعوا نفس المسيره ديالك ولا بحال اللي قلتي ندمانه تقول لهم القرايه هي الاولى؟ لا بيان سور، القرايه هي الاولى، واي واحد كيقول لك القرايه ما فيها حتى فائده بالعكس، يعني الواحد واخا ما تلقايش خدمه واخا بزاف ديال الحوايج كتكوني انت واعيه، يعني كتقدري تجلسي مع انسان غادي تفهمي شنو كيقول لك وتقدري تحاوري معاه، ماشي تبقاي غير ساكته وكتشوفي. يعني انا كنقدر نلقى مشكل من هذه الناحيه، بعض المرات كنجلس مع شي ناس ما عنديش ما نقول. بحق الحمد لله تقدر ديفلوبي راسك، لان في هذا العصر كاين الانترنت، كاين داكشي اللي كاين، وانا ما غاديش نبقى جالسه غير هكاك. ان شاء الله راه قريب راه مشيت باش غادي ندفع ان شاء الله ندخل نقرا اللغات فرونسي وانجلي، وغادي ندير ميكاب ارتست في نفس الوقت. الله يكمل عليك، تعملوا اون باراليل. وي ان شاء الله. انت من بعد عام ديال الجلاس في الدار حليتي القناه على اليوتيوب، واش كان السبب هو انك حسيتي بالملل ولا بغيتي يكون عندك مدخول بحال الاخت ديالك ماجده؟ صراحة أنا فاش درت يوتيوب أختي كانت باقا ما كتخلصش، يعني كانت عندها 150,000 أبوني وكانت باقا ما كتخلصش. لحقاش ما كانتش عارفة أن يوتيوب فيه الفلوس، ما كانتش عارفة كيدير، يعني أنا نهائيا ما كانتش عندي ديك الفكرة. ولكن راه بنادم، يعني عملتها غير باش تحارب الملل. وي داكشي اللي كاين، وبنادم كيسحب ليه درتها على قبل الفلوس. حاليا أنا كنخدم باش ناخذ شي حاجة بدراعي الحمد لله، ولكن قبل ما كانتش عندي ديك الفكرة. الله يكمل عليك بالخير، وندوزو نشوفو واحد لا فيديو. عبد الغفور كنوجه له تحيه، حتى هو يوتيوبر، وبزاف ديال الناس المتتبعين ديالكم كيتمنوا يشوفوكم مزوجين ديال بصح. واش هاد الصداقه ما يمكنلاش ترجع حب؟ ما عرفتش، ولكن ما نظنش لحقاش انا صراحه عبد الغفور كنحسبه بحال خويا. هو والله ملي قلتي ما عرفتش يعني تقدر تقول شي حاجه؟ ما عرفتش، يعني المكاتب بيدي، لا انا ما نقدرش نحكم. وهو الصراحه انا ما عرفتوش واش كيحسبني بحال اختو، كيقول اختي والله اعلم. ومن هنا لقدام ما عرفتش شنو يقدر يكون. شنو مواصفات فارس الاحلام ديال كنزه؟ انا صراحه دابا حشمتي. المهم انا يعني من ناحيه الجمال وداك الشيء نبغيه يكون طويل وتكون عنده اللحيه، ولكن من ناحيه اخرى نبغي يحترمني. اهم حاجه انه يكون كيحترمني وما يخليني مخصوصه من حتى حاجه.
وشنو اخبار الخطيب اللي جاك في تركيا؟ كيفاش هاد المواصفات؟ لا كاين كانوا فيه شي مواصفات مثلا طويل كيف ما انا باغا، ولكن الصراحه كنفضل مغربي على تركي. يعني ما نقدرش نساجم مع واحد تركي، حقاش التركيين عصبيين بزاف، وبعض المرات العصبيه ديالهم كتوصل للقتل. دونك ما نقدرش نزعم. كاملين اون جينيرال بحال هيدا ولا غير الزوج ديال الاخت ديالك؟ حيت الاخت ديالها مجد الغماري مزوجه بتركي. ياك لا بالعكس، الزوج ديال اختي متفهم بزاف. ضروري الواحد كيتعصب بعض المرات، ولكن زعما عمرنا شفنا منه شي حاجه ديال العيب. بالعكس غير هو انا كنتفادى، يعني بغيت ولد بلادي ان شاء الله. ان شاء الله الله يكمل عليك بالخير. ونشوفوا واحد الفوتو كنزنتينا فواحد الوقت كنتي محتجبه ومن بعد حيدتيه، والناس كيسولوك بزاف على السبب، كتقول لهم ما كنتش مقتنعه، اعتبروا هذا الجواب بحال استفزاز. يعني الحجاب اصلا فرض، قالك الحجاب فرض، ما خاصكش تقولي هذه الكلمه. انا كنعتذر يعني الا فهموني غلط، ولكن انا صراحه كنت باقا صغيره، انا نقدر نقول لك كانت عندي ديك 16 عام بحال هكاك، يعني كتعرفي عقل الصغور، كاع كنا كنديروا الحجاب وكنحيدوا. يعني ما كانتش عندي ديك فكره ديال 100% غادي ندير الحجاب. ماشي شي حد فرضوا عليكم بعد حيت؟ لا نهائيا، يعني انا درته برغبتي وحيدته برغبتي، وكنتمنى من هنا لقدام يهديني سيدي ربي وندير ان شاء الله. الله يهدينا كاملين. ونمشيو للفقره اخرى باش نهضروا شويه على عالم الشهرة. نمروا مشاهدينا لفقره سيليبريتي. كنزة نشوفوا واحد المقطع من فلوغ ديالك. ايات بنات بدات اوف منكم اوف منكم نار يا اخويا اليوم نيمار بحال اغلب اليوتيوبرز في الاول دخلتي بمحتوى اللي هو الطبخ اللي قلتي لنا في الاول. مي شفتي ولاحظتي لان القناه ديالك غاديه بالثقاله، هذا السبب اللي خلاك تقلب المحتوى. شنو كتجاوب لي فولورز المتتبعين اون جينيرال اللي كيطلبوا بالمحتوى يكون مفيد وما كيتفاعلوش معاه، ما كيكونش لي فيو بزاف؟ بحال اللي قلتي لنا ملي كنتي كتعمل الطبخ كانت لاشين غاده بالثقاله، ما كانش اقبال، وكانوا كيطلبوا مني. يعني هما كانوا كيقول لي عطينا هاد الوصفه وهاد الوصفه، لكن ما فهمتش يعني فاش كنعطيهم داكشي اللي بغاو ما كيلقاش واحد التفاعل. وفاش كديري شي حاجه اللي غير كتضحك ولا شي حاجه اللي فضوليه راه كيدخلوا يتفرجوا. وبزاف دابا كيقول لي ما تستغليش النقطه ديال ان المغاربه عزيز عليهم الفضول وما تبقاي ديري لينا حتى حاجه مفيده، ولا جيتي تشوفي عندهم الحق. وانا هاد السيمانه دابا حبست شويه من يوتيوب، ما بقيت حطيت حتى حاجه، لحقاش كنفكر من هنا لقدام ندير شي حاجه مفيده. لحقاش الحمد لله يعني دابا عندي لي فيو، دونك ما غاديش نبقى نتسنى حتى ندير شي تخربيقه ويتجمعوا عليها الناس عاد ندير لهم شي حاجه مفيده. فهمتيني؟ يعني دابا كنفكر ان شاء الله نبدل المحتوى شي حاجه اللي غتفيدهم في نفس الوقت غادي تجيب لي انا لي فيو. نشوفوا واحد فوتو مع صديقه ديالك اميمه. بحال اللي قلتي قبيل كتفكر تعمل شي حاجه يعني اللي غتجيب لك الربح اكثر، واللي غتكون فيها الامان، واللي غتكون مفيده حتى ليك. ياك حنا سمعنا بلي كتوجدون واحد المشروع ولي فولورز كيقولوا بلي هو صالون اوتوماتيكمون يوتيوبرز خصها تفتح صالون. يمكن لك تقولنا الفكره ديال المشروع ديالكم؟ صراحه ما بغيتش نقول شنو هو المشروع بالضبط. خليه مفاجاه. مفاجاه ماشي صالون. لا ماشي صالون. وبغيت ان شاء الله باش سيدي ربي يسر لينا. كيقول لك انك الا بغيتي دير شي حاجه ديرها في السر والكتمامش ربي يكمل عليك. وفي ديك الساعه غتحيد كاع من اليوتيوب ولا؟ لا نهائيا، لا غادي نبقى يوتيوب، وفي نفس الوقت ان شاء الله غنحلوا المشروع ديالنا. شنو السبب اللي خلاكم تفكروا في المشروع وسيختو مع اميمه؟ الصراحه المتابعين ديالنا ديما كينصحونا اننا كيقول لك كنزه انت كتخسري فلوسك ديما في الخروج والدورة، علاش لا ما ديريش شي حاجه اللي غترجعي ليها؟ حنا راه باغين مصلحتك، لحقاش يوتيوب واحد النهار تقدر تحبس، دونك ديري شي حاجه اللي غادي تستافدي منها من هنا لقدام. وانا صراحه هذه المره بغيت ندير برايهم لحقاش عندهم الحق. غير هاد المره اللي بغيتي دير برايهم؟ لا. شنو رايك في الناس اللي كيقولوا لك حنا اللي عملناك
وبلا بينا ما نتينا والو دونك بزز منك خصك تسمعنا ودير براينا. سمعتك تهضر على هذا السوجي في شي فيديو. وي هما عندهم الحق انهم هما اللي داروني، ولكن حتى انا راني ضربت تمر على راسي باش وصلت لتما. حتى انا راه كنت كنخسر فلوس من جيبي باش ندير لهم فيديوهات. يعني عندهم حق فيا، لكن ماشي لدرجه انهم غادي يبداو يدخلوا لك في حياتك الشخصيه ويقول لك بزمنك غدير هذه الحاجه. على ذكر الحياه الشخصيه، نشوفوا واحد الفوتو مع العائله ديالك. طبعا انتينا والام ديالك ومجدة والاخ ديالك، كاملين عندكم قنوات على اليوتيوب؟ وي الا خويا، هذا خويا واحد اخر خاك اخر اللي اللي حتى هو كان عمل هذه التجربه ومن بعد ما بقاش ياك. لا هذا هو خويا الصغير اللي دار يوتيوب وحبس حاليا، وخويا الكبير ما كيبانش نهائي، عمره ما بان معايا. يعني نتوما كاملين عندكم القناه وكاملين يعني كتصوروا داركم وواحد لابارتي من حياتكم، هادشي ما كياثرش عليكم وفي العلاقات ديالكم العائليه؟ لي كومونتير الناس اللي يعني كتدخلوا بيناتكم ضروري. بعض المرات كنمشي بقناقل، خالي دار العرس مؤخرا، كنا حنا في تركيا ودار لولدو العرس، وبغينا حنا نشوفوا غير تصاور، وقال لي ما بغاش يصيفطوهم لينا، قال لك عندكم تلوحوهم في يوتيوب لا ما نقدروش نصيفطوا لكم التصاور. يعني الانسان ولا لهاد الدرجه كيخاف منا، كيقول لك لا غادي تحطي تصاورنا وهذه، ولكن يعني ما كاين حتى علاقه باش انني نحط تصاور. ف كيكونوا بحال هاد المشاكل، كنقدر نمشي عند العائله ديالي، عندك تصوريني عندك تصوريني، فهمتي؟ ولكن الحمد لله بخير. شحال واحد كيلومك مثلا علاش ما مشيتيش عند مجدة لتركيا في الساعه اللي كانت كتولد؟ قلتي لهم عندي خدمه ديال اليوتيوب، مع العلم انك تقدر تصور لي فلوغ تما حتى هما يجيبوني تاب مشاهده، سورتو كمجدة في هذا لا سيتوياسيون. دونك واش باقي خصام بينك وبين حس الايمات اللي كانت معاكم وكانت كتوحم؟ سمعنا بلي انك ما استوعبتيش داك الحاله ديالها. بصح ما استوعبتهاش، وكنا كنتخاصموا شحال من مره، ولكن يعني فاش انا رجعت من تركيا كنا يعني مصالحين، كنتخاصموا ديك الخصامه ديال ساعه المكانه وكنتصالحوا. وعلاش ما رجعت؟ الصراحه ماشي كاين شي مشكل ولا شي حاجه، انا كيف ما قلت على قبل الخدمه ديالي، وتفكرت انني خاصني نكون راسي وندير واحد البروجي انا وصاحبتي، فقلت دوك الفلوس اللي غادي نمشي نخسرهم وانا في تركيا وندور وبزاف ديال الحوايج، نخزنهم باش ان شاء الله ندير شي حاجه ليا. واختي ان شاء الله راه هي غتجي، يا انا غادي نمشي قريب ان شاء الله. هل شخصيتك على النوع من المشاكل اللي كيقدروا يكونوا عندكم في العائله، بما انكم كاملين عندكم قنوات على اليوتيوب؟ حيت في واحد الفتره عانيتوا تينا والام ديالك من واحد الكومونتير اللي كان كيتعاود بزاف، انكم نتوما اللي عملتوا السحر في الدار ديال اختك، باش شي كيقول باش تاخذ للراجل، شي كيقول باش ترجع وتبقى تصرف عليكم. وي كيقولوها. اول حاجه واحد المعلومه اللي باغا نصححها، ان اختي نهائيا ما كتصرفش علينا. الا بغات تعطي شي بركه لماما وبابا فمن حقهم انهم ياخذوا من عند بنتهم، ولكن باش يقولوا انا هي اللي كتصرف علينا نهائيا ما كاينلاش. نبداو نقولوا شكون كيصرف وداكشي، راه بابا كافينا، وتا انا كنعاون، تا انا ان شاء الله مره مره يعني كنعاونهم وصافي. يعني ما فهمتش علاش الناس كيفكروا بهذه الطريقه. وكيقولوا فاش كنت في تركيا كانوا كيقولوا ليها عندك راه كنزه باينه عينيها غدارين، كدور لك براجلك باغات تخطفوا لك، وهما الرجاله تبارك الله عطا الله واش انا غايبه ليا غير راجل. اختي ما يمكنش تينا رغم الصغر ديالك هاد التعليقات ما كياثروش عليك صراحه؟ كياثروا عليا مره مره، خصوصا فاش كيبداو يحرضوا بيني وبين اختي، هاد الشيء اللي كيضرني اكثر. حقاش بعض المرات كنحس باختي شويه كعات، ولكن من بعد كتقول لي بنادم مريض زعما اش هادشي كيديروا، والله يهدي ما خلق. حنا ما كندويوش على كلشي، على الناس اللي كيبغيو يحرشوا ما بين الخواتات، اما تبارك الله كاينين الناس بزاف كيبغيونا. شنو السبب اللي كيخلي الناس يحرشوا ما بيناتكم؟ يعني هو ما كاين حتى شي علاقه من داكشي اللي كيقولوا، يعني ما كاين حتى شي غرام ديال الصح من داكشي نهائيا. وصراحه الخواتات راه كيبقاو خواتات، وخا يتخاصموا وخا يتصالحوا، ما فهمتش علاش بنادم كيبغي يدخل بيناتهم.
هذا الفقرة كنزة دايما كنختموها بجوج ديال التعليقات، واحد سلبي واحد إيجابي. نبدأ بالسلبي. أميمة شهراتك في التمثيل أنا معاك، ولكن باش أبونيت معاك من طرف ماجدة، إذن هي اللي شهراتك ونصيحة مني ديري فورماسيون حاجة تستفيدي منها، ماشي غير يوتيوب أختي، هذه مجرد نصيحة وربي يخليكم أنت وأميمة تكون وتكون نيتكم صافية. أنا نقدر نقول لك اللي شهرني السمية ديال أختي، أنا كان ديرة مجدة غماري يعني الكنية ديالنا، هذه شهرتني ماشي ما شهرتنيش، ولكن أنا اللي قصدت أنها أختي ما عطتنيش دعم في الأول، يعني ماشي كنت كنحط أي فيديو كتبارتاجي لي، لا كنت نقدر نقول لك كتبارتاجي لي مرة في 3 شهور ولا 4 شهور. وعلاش كتقول لي كيف ما وصلت انا بجهدي بغيتك حتى توصلي بجهدك، وانا حتى انا كانت عندي نفس الفكره، دونك ما لقيناش مشكل مع بعضياتنا. لا انا جو بونس في هذا الانترفيو هذا نيت سقساوك هذا السؤال وقلت لهم لا ماشي هي اللي شارتني، راه انا بديت درجه بدرجه انا بخدمتي حيت ملي وصلت 100,000 كانت اختي بارطاجات لي واحد الفيديو وهما يقولوا لها في لي كومونتير حتى لدابا عاد كتبارطاجي الكنزه، فين كنتي ملي الله كانت باديه؟ يعني صراحة كيف ما درتي معهم حلا الله يهدي ما خلق. وبالنسبة لأميمة شهرتني عطتني يعني حفزتني أنني الحمد لله وصلت هكا، حقاش في ديك الفترة اللي وصلت 100,000 هي اللي كانت معايا، وهي اللي كانت كل ساعة كتقول لي كنزة نوضي تصوري، يوميا كتقول لي كنزة نوضي تصوري، يعني بلا بها صراحة كوراني باقة ناسة. الله يخليكم لبعضكم. آمين يا ربي. شوفوا التعليق الإيجابي. أها مرحبا ميزة الحبيبة، أنا كنموت عليك أنت ومجدة وخالتي خديجة، ديما منورين والله، الله يخليها لك ويطول في عمرها. آمين يا ربي آمين. شكرا. عندك تعليقات إيجابية أكثر ولا سلبية؟ صراحة أنا كانوا عندي تعليقات إيجابية 100%، ومؤخرا ملي نزلت من تركيا أو فترة فاش كنت في تركيا ولاو شوية نقدر نقولك بزاف ديال التعليقات السلبية. وخرجت بفيديو مؤخرا شي يومين دابا واعتذرت ليهم، لحقاش عرفت راسي انني تغيرت واحد شويه، ما بقيتش كنزه اللي كانوا باغينها، حقاش هما كانوا ديما كيقول لي بقاي تضحكي معانا بقاي هبيله على طبيعتك. انا الصراحه ماشي تصنعت، ولكن كانوا ديما كيعيروني كيقول لي دايره كي الهبيله ديري عقلك واحد شويه، ملي درت عقلي ولاو كيقول لي بغينا كنزه المسطيه. فدرت لهم انا فيديو اعتذار وقلت لهم ان شاء الله من هنا لقدام غادي نرجع كيف ما كنت، وصافي يعني رجعوا التعليقات زوينه ما بقاوش سلبيه. ان شاء الله يكونوا عندك غير التعليقات الايجابيه، وحتى السلبيه راه هي بحد ذاتها كتعطيك واحد الانرجي انك على تكون افضل ياك. وي داكشي اللي شنو رايك نمشيو دابا نشوفوا واحد دو فيديو ديال لي فان ديالك؟ واخا فقره بيك فان. دونك مشاهدينا شوفوا فيديو ديال الفان الاوليه اللي كتعرفك كنزه وهذا الفان كتحمق عليك. سلام كنزه، كي داير حبيبه؟ لاباس بخير صحه لاباس. كنتمنى لك الحبيبه ديالي مسيره موفقه والمزيد من العطاء والنجاح. والله الا حبيبه ديالي توحشتك وتنحمق عليك، لا انا لا باباك لا خوتك، والله حتى توحشتك بزاف بزاف، وانا فخوره بك فخوره بك بزاف. الله يسهل عليك ويكمل عليك بخير يا بنتي، وكل شيء خوتك كيتمنوا لك النجاح والتوفيق ومسيرة موفقة إن شاء الله يا رب. كيف جاتك مفاجأة؟ زوينة بزاف، الله يخليها لي ويطول لي في عمرها. صراحه ملي مشات ماما خلات بلاصه بزاف. باش نشرحوا للمشاهدين ديالنا، حيت الام ديالها دابا في تركيا مع الاخت ديالك مجده باش تحضر معها الولاده ياك. واول مره كتفارق معها؟ اول مره كنتفارق مع ماما، وصراحه جاتني صعيبه بزاف، لحقاش ديما كنا كنخرجوا بجوج ديما مع بعضياتنا، حتى في الفراش كنت كنقدر ديما كنعس حدا ماما، يعني ما كنتفرقوش، وجاتني قاصحه، ولكن ما عندي ما ندير اختي هي الاولى خاصنا نكونوا معاها، والله يجيبها لي على خير ان شاء الله. يا ربي والله يطول لي في عمرها ان شاء الله يا ربي. نشوفوا فيديو الثاني
ديال الفان اللي ما كتعرفاش. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كل شيء مزيان. شكرا ربيب على هاد الفقره هادي. بغيت نقول كنزة باللي الله يسهل عليها وتكون احسن واحسن واحسن وتوصل اعلى المراتب اللي بغات. صراحه انا من المتتبعات ديالها، يعني من لي فان ديالها اللي كنحماق عليها الصراحه، وكنتمنى لها التوفيق في حياتها ولا اليوتيوب ولا في كل شيء. وبزاف الحاجات اللي جيت نهضر خصني بالسوايع باش نهضر عليها، كان كتحمقني كتعجبني فيها كل شيء كيعجبني فيها. صلى على النبي ما شاء الله. ربي يخليك ويخليك لينا وتزيد تمتعنا ان شاء الله. وكنتمنى لك ربي يحقق لك اللي في نوايتك اختي، حيت كنعتبرك فعلا كنعتبرك اختي، وكنعتبركم انتينا ومجدة اخوتي، وخالتي خديجه كنعتبرها ماما ثانيه، واخا ما كنعرفكمش يعني ما كنعرفكمش عن قرب، وصراحه كنتمنى نتعرف عليكم عن قرب. تبارك الله، عندك قاعده جماهيريه كبيره حيت كنلاحظوا جماليه بزاف. تبارك الله عليها، شكرا. والله انا كيفرحني انني كنشوف ناس كيبغيوني وكيرتاحوا ليا وكيقولوا فيها هضره زوينه. شكرا لهاد البنيته بزاف. واش انتينا الاغلبيه ديال لي فان ديالك مراهقات ولا عندك؟ لا بالعكس، كيتبعوني ناس كبار، ناس بعقلهم، وزعما تقريبا تقدا ديال ماما كيتبعوني وكيعيطوا لي ديما كنحماقوا عليك كنزه كملي، وبالعكس كينصحوني. يعني بعض المرات كنقدر نكون دايره شي حاجه غلط وهما بحال ماما يعني كينصحوني. ربي يخليهم لك ويخليك لهم. ونمشوا لفقره اخرى مشاهدينا، نمروا لفقره توب فلوب. دونك كنزه في هذه الفقره خصك تجاوب بلا ما تخمم، واخا؟ واخا. غنعطيك اختيارات، مثلا اذا خطرناك تكون يوتيوبرز ولا يكون عندك شي مطعم معروف. يوتيوبرز ياك؟ واخا. الربح اكثر كاين في اليوتيوب ولا في الاشهارات اللي كتعمل؟ يوتيوب. كفين كترتاح اكثر، واش في التمثيل ولا في المقالب؟ تمثيل. تمثيل اكثر. شكون كتفضل في هاد لي دو فلوغر، واش طه ايسو ولا فيصل فلوغ؟ طه ايسو. طه ايسو علاش؟ كيجيني هذاك السيد تبارك الله عليه متواضع، وكنت انسبيرا منه يعني من ناحيه المونتاج تبارك الله على فيصل فلوغ حتى هو. تبارك الله، يعني ما عندي ما يتسالوا غير انا صراحه. طه ايسو كيضحكني بزاف، يعني عنده واحد الشخصيه مريحه، داكشي علاش. كاين عبدو بالخياط وكاين عبد الغفور، بجوج بهم عندهم قنوات وبجوج بهم كتعامل معهم. اذا خطرناك واحد فيهم غتزوج به، شكون؟ عبد الغفور. صافي، دونك غتحققكم الامنيه ديالكم. قولي شنو اللي كيعجبك في الشخصيه ديالك وشنو اللي ما كيعجبكش. اللي ما كيعجبنيش في شخصيتي انني انسانه عصبيه، واللي كيعجبني في الشخصيه ديالي انني انسانه ضحوكيه بزاف. يعني واخا كنت عصب دغيا كنبرد وكنرجع. يعني كتعصب دغيا وكتبرد. منفعله. داكشي. واخا تقولي احسن هديه جاتك واخيب هديه جاتك في العيد ميلاد الاخرين اللي عمل البوز، حيت مني كملت 18 عام احتفلت به. جاوني بزاف، ما عرفتش. اون جينيرال، من غير لانيفيرسير، الهدايا اللي كتفرح كنزه. الصراحه كاينه واحد الهديه هي معنوية، كانت دارتها لي أميمة صاحبتي في لانيفيرسير ديالي، كانت عطاتني واحد السنيسلة، ولكن الطريقة باش عطاتها لي هي اللي عجبتني. يعني قالت لي كلام زوين ودات لي نفاخات، وكل وحدة كان فرقها فيها شي كلمة زوينة، فهذه كانت أحسن هدية في عيد ميلادي. وبالنسبة لاش قلتي؟ أخيب هدية. أخيب هدية. صراحة ما كاين حتى حاجة خايبة نهائيا. كنزة، وإذا كنتي بوغ عملية التجميل شنو يعجبك تغير في راسك؟ الصراحة ما نغير في راسي والو، يعني في حالة خيرتوني نقدر ندير بوتوكس لشفايفي.
ولكن انا ما غنديروش، انا غير جاوبتك دابا على قد السؤال. قل لي الفوبيا ديال كنزة. انا كنخاف من الجن بزاف، ما تذكريهمش ليا. كنخاف، كتخاف الظلام؟ اه وكنقدر دغيا نبدا نبكي، ضحكي معايا نبدا نبكي، يعني عندي فوبيا منهم. علاش؟ واش عندك شي قصه معهم ولا؟ لا صراحه ما عندي حتى قصه، ولكن شفت بزاف الحالات بعيني وما عندي القلب دغيا كنتخلع. آه. كتخاف تجيك شي خلعه الغفله؟ العقده ديال كنزه السمنه، باغا نرقى ان شاء الله. هذه ماشي عقده، حيت حلها سهل، خصك غير العزيمه وما تبقاش تفكر بزاف. لا صعيب الحال صراحه، اللي عاقني لي كومونتير كيبقاو يعيروا فيا بزاف. دابا شويه الحمد لله درت الريجيم. يعني اللي بقى فيك غير لي كومونتير، ما انتنا عاجبك راسك ايضا؟ انا عاجبني راسي الحمد لله، ولكن لي كومونتير عقدوني بزاف. انا صحابلي غير حيت مباشره كيبان الفرق، لان مباشره ما كتبانش مره السمنه ولا غليظه، كتبان عاديه. واش التلفازه ولا يعني التليفون هو اللي كيزيد هذا، ولا انت عملتي فعلا الريجيم وبان عليك دغيا؟ هو التليفون كيزيد بيني غليظه شويه، ولكن انا حاليا نقص 6 كيلو، يعني كانت في 93 دابا في 86. تبارك الله، ان شاء الله توصلنا ان شاء الله لو بوا اللي بغيتي نتينا واللي بغى لي فولورز ديالك. ان شاء الله. شنو رايك نمشيو نلعبوا شويه فواحد الفقره اخرى؟ مرحبا. مروا مشاهدينا لفقره جيم اوفر. دونك كنزه في هذه الفقره غنلعبوا معاك، نعطيوك اسئله، نعملوا معاك شي تحدي على حسب شنو كيعجبك تنا تعمل. نبدا بواحد اللغز. الشمس اللي ما عندهاش الظل. الشجرة اللي ما عندهاش الظل. ما عرفتش. الشجرة كامل عندهم الظل. كلهم عندهم الظل. ما عرفتش. لا شجرة العائلة. واخا انا نعطيوك، بما انك قلتي غدرت اللغات وي ان شاء الله، نعطيوك واحد السؤال اللي هو كم عدد الاحرف في اللغة الفرنسية الانجليزية الاسبانية التركية والعربية؟ ما فهمتش كيفاش عدد الحروف الالفابيت، يعني في كل لغه شحال فيها ديال الحروف؟ العربيه كاملين. كاملين فرونسي فيها 26. يعني قولي لنا الانجليزيه اختك ما قاريش مزيان. فرونسي والانجلي فحال فحال 26. الاسبانيه زايده عليهم. ما عنديش حتى فكره. اسبانيا 27 حيت زايدين واحد الحرف اللي هو ان. تركيا 29. تركيا كنعرفك شويه بحال مجده كتعرف دابا. تركيا انا تعلمت لها من الافلام، عمري زعما جبدتها وقريتها. دونك تركيا فحال العربيه كيكونوا الحروف بزاف، الإسبانية زايده على الفرونسي واللونجلي حرف واحد اللي هو ان. نعطيوك دابا واحد المثل وحاول تكمل لنا. صافي. العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه. كاينه هي حتى بالدارجه، نكملها لك انا وانت نقولها بالدارجه. نقول العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الاشاره. شنو كنقولوا له حنا بالمغربيه؟ ما عرفتش. هو اللي كنقولوا له حنا العبد بالدبزه والحر بالغمزه. اول مره كنسمع. لما تقول هذا المثل ما عرفتش. تقدر توجهه لشي حد. العبد بالدبزه والحر بالغمزه هو زعما شي واحد اللي راسو خفيف وكيفهمك دغيا دغيا كتهضر معاه كيفهمك. بالدبزه ما فهمتهاش. بالدبزه هي هو يعني تعبير مجازي، يعني شي واحد اللي راسو قاصح وما كيفهمش دغيا، راه خصك تضربو وتعاود له الهضره عاد كيفهمها. وكاين واحد اللي كيفهمها طايره. انا نقول اخويا الصغير. ياك اسمع اخويا الصغير ما كيفهمش دغيا، راسو قاصح. راسو قاصح خصك تعاودي معاه الهضره. دونك نشوفوا شي تحدي نعملوه معاك على حسب الضيوف ديالنا، كل واحد وشنو كيعجبو، اللي كيغني اللي كيمثل. كنعرفوك حتى انت كيعجبك تمثل. وي شنو تقدر تمثل لنا؟ نقدر واقيلا تكون معاك شي وحده تجسد معاك شي دور. كاين اميمه. ياه شنو تقدر تمثل لنا؟ شي مشهد درامي. مشهد درامي تبكيونا. دونك مشاهدينا نمثلوا مشهد درامي من بعد ما تلبس عليها اميمه. أوكي. احنا يا صراحه كنا مجدين هذا التحدي، وكنعرفوا اميمه كعجبه تمثل الادوار الدراميه وكعجبه تمثل دور يعني دور الام. آه. فلهذا غنحاولوا نشرفوها شويه ونرجعوا لعندكم.
مشاهدينا أميمة التحقت بنا باش تمثل الدور ديال الأم اللي في المراحل الأخيرة ديالها من المرض، وكنزة هي ديك البنت اللي ما كديهاش في ماماها. أكشن. الله يا ربي الله، أشنو درت في حياتي توليت مع الدبا بحالك؟ كاين شي غدا؟ شكون اللي غيوجدو بنيتي؟ انتيا واش كديري هنا؟ ياك بنيتي انا صحتي قلالت، عاد وليتي تقولي لي الغدا ما الغدا. مهم انا دابا جيت انقاد شويه ماكياج، حط لي نتغدى وغادي نخرج على البنات كيتسناوني. انت اش تاكلي بنيتي؟ راني ما موجده والو، وزيدوني راني مريضه بركي حدايا قابليني. واش انا غادي نبقى ديما مقابلاك؟ واش انا ما عندي جريه؟ ما عندي انا ما ندير؟ مثلا عندي خدمتي، عندي صحاباتي، عندي بزاف د الحوايج نديرهم. ايوا بنيتي صحاباتك يوجدوا لك الغداء، خدمتك. علاش انت اش كديري هنا بالسلامه؟ فاش غادي تنفعي الا ما صايبتيش ليا انا الغداء؟ اي وانت فاش تنفعي الا ما داويتينيش؟ ها نداويك انا فرملي نداوي. هاي يا بنيتي ماشي فرملي، انا اللي كانت معز ثلاثه اللي نوض والسخانه تقطر له فوق الراس مقابلك. واش دابا غادي تبقاي عاوتاني نفس السيناريو؟ واش فين ما ندوي معاك انا نفس الهضره نفس الموال؟ نفس الهضره حيت ما بغاش قلبك ينوض، ما بغاش قلبك يحن من جيتي. شنو دابا شنو بغيتي؟ بغيت الدواء اللي انا كنموت كنتقطع قدامك وانت ما مسوقاش. لقيت انا باش نشري الماكياج، باش نشري الحوايج، باش نبان قدام صحاباتي، بقى على الدواء. ياك انت مرضي مرضي مرضي، وجا عندي انا قول لي شري لي الدواء، نبقى مقابلك غير انتيا. والله يخلف عليك يا بنت الخال، الله يخلف عليك، الله يخلف عليك. الله يصبرني. شكون قرا؟ الله يصبرني. شكون كبرك؟ شكون وصلك دوك حتى ولاو الكتاف تقادو مع كتافي وليتي تسبي وتعايري؟ اه دابا ما غتسكتيش. ما غنسكتش يا بنيتي حيت هادشي راه طلع لي في راسي، ولكن نقول كلمه وحده، الله يهديك ولا الله يديني. بان ليا ما بقات كلام معاك، وليت زيد ناقصه في الدار. اللهم نمشي نقلب على راسي خير ليا. ايوا الواحد هو اللي يفهم راسو شويه هكاك. هاي هاي غاده طريق السلامة. طيار طيار دقة واش من دقة؟ هاي مي 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 والله ما قلت بالعاني. مي فيقي مي الله يحملك الوالدين. مي مي الله يحملك الوالدين. مي مي سمحي لي الله يستر عليك. مي والله ما درت بالعاني. مي سمحي لي والله ما بقيت نعود فيقي. مي بالك من ضحكي معايا. مي مي فيقي الله يحملك الوالدين. مي 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 فيها الأمهات سنسيبلي. لا برافو ليكم، ما عندي ما نسلكم. غطوش ميكاب ورجوع. مشاهدينا وصلنا للفقرة الأخيرة واللي هي إكسكلوزيف. في هذه الفقرة ما كرهناش تعطينا نصائح، بما انك حتى انتينا موجوده اميمه لي فولورز، اي حاجه تقدر تفيدهم سواء في هذا المجال التمثيل سواء في مجال اليوتيوب، شنو تنصحهم؟ انا اللي ننصح الناس اللي باغين يفتحوا قناه يديروا شي حاجه اللي مختلفه على القنوات الاخرين، حيت خالف تعرف. كاينين بزاف القنوات دابا يلاه بادين، ولكن كاملين كيديروا نص المحتوى. ديجا ناس سابقينهم عندهم عدد من المتابعين
كثير، ما يمكنش المتابعين يمشيوا يخليوا واحد ملونسي وديجا كان كينصحهم ونافعهم سنين هادي ويمشيوا عند واحد يلا افتح القناه اللي كيدير نفس المحتوى اللي كيديروا هذاك الشخص المشهور. اللي كنصح به اللي بغى يفتح قناه يفتحها للافاده، يفيد الناس، وكذلك ما يقلدش الناس اللي سبقوه في الدومين. اما بالنسبه للناس اللي ديجا عندهم قنوات، هذوك الناس كنقول لهم حاولوا تحيدوا من المحتويات الخايبه، راه كاين محتويات زوينه، دمنا الابداع، تبارك الله راه عندكم ما تعطيو، بدعونا عارفينكم غادي تعمروا لنا العين. سينو المحتوى ديالك 100% افلام قصيره ياك؟ كعجبك من دائما دومين التمثيل ولا من صغري وانا كندير المسرح؟ ما عمرك ما فكرتي تدخل التلفزه؟ فكرت ولكن جاتني فرصه ولكن واحد الدور ما عجبنيش، ما قنعنيش. ان شاء الله تجيك فرصه بدور اللي يعجبك، حيت عندها ملايين ديال المشاهدات فيما كتنزل شي فيلم قصير كلشي كيتفاعل معاه وكتقنع الناس بزاف في هذا المجال ديال التمثيل. الحمد لله لقيت نجاح كبير في افلام قصيره. كنت انا اول ما فتحت القناه ديالي كانت فيها لي فلوغ، ولكن من بعد حاولت لقيت انا نفس المحتوى كنديرو انا وصديقه ديالي، حاولت بروبوزات عليا خالتي خديجه الغماري باش ندير تمثيل بما انني كنعطي في الكوميديا وكنعطي في الدراما. قالت لي علاش ما ديريش افلام قصيره، وخديت الفكره ديالها والحمد لله كان اول فيلم ليا ضرب 1.5 مليون ديك الساعه، اول فيديو في القناه ديالي طلع هو اللي دار لي البوز. وكيفاش كتعايشي مع التعليقات بما ان المحتوى ديالك هما الافلام؟ كتلقى تعليقات سلبيه؟ ضروري كتكون واحد 10% في التعليقات السلبيه. الحمد لله التعليقات اللي عندي كاملين ايجابيين، ولكن كاين واحد الناس حيتاش الناس اذواق، كاين اللي ما يعجبوش داكشي اللي كديري، كاين اللي ما يقنعوش، كاين اللي غير حيتاش نتيا فداك الدور يعيرك، كاين اللي ما كيعرفوكش ولكن كتعجبي ولكن بغى يعيرك، ما عنده ما يدير خاصه. كنشوف بزاف كيقولوا عليك قبيحه مسمومه، واش انت فعلا هكذاك ولا كيشوفوك بديك الطريقه حيت كتقنعهم فعلا في التمثيل؟ هاد القضيه غادي نقول لك سولي الناس اللي كيعرفوني واش انا مسمومه ولا قبيحه. اما بالنسبه لا ما تكذب لا يلا سد ودنك أمي الحاج. لا نهائيا صراحة هي من أطيب خلق الله. واش غير معاك ولا مع كل شيء؟ لا مع كل شيء. هي صراحة قاصحة، ولكن إمتى كتكون قاصحة؟ مع الناس اللي كيغلطوا في حقها، يعني عندها نيشان، غلطتي في حقها غادي تجيك نيشان، ولكن مادام أنك أنت مزيانة معاها فديما غادي تبقى مزيانة معاك. حاجة زوينة فيها هي هذه أنها كتعطي البنادم في وجهه. يعني يقدر يكون كيديو نظره عليك انك مسمومه حيتاش كتقل الادوار ديالك، اغلبيه الادوار كتبان فيهم انك قبيحه ومسمومه وقصحه وكتقنهم ومن غير داكشي بحال اللي قالت عندك الهضره في الوجه. انا في الادوار تقريبا كاملين كيعجبني نتقن ديال قبيحه وحده قاصحه ما عندهاش القلب، ولكن انا عكس هادشي تماما. نقدر نتف في حياتي العاديه نقدر بالك شخصيه قويه، ولكن من اللي كتبركي معايا وانتي مقلمة وكتبركي تعاودي لي انا كنتاثر. شنو رايك في الاشاعه اللي خرجت ولا التهم اللي كيعطيوك انك انتينا لاصقه في العائله الغماري غير باش تشهر القناه ديالك؟ انا اول ما تعرفت على كنزه كانت كنزه هي كتقنعني باش نحل مده ديال 20 يوم وهي كتقنعني باش نحل القناه، ولكن انا كنت ضد هذه الفكره حيت حتى الاهل ديالي ما كانوش غادي يوافقوا، واخا نبغي انا وكانوا الاهل ديالي ما غاديش يكونوا موافقين. ولكن من بعد ما قنعتني وشفت المتابعين ديال كنزه كيطلبوا مني باش نفتح قناه، لبيت لهم الطلب ديالهم. يعني المتابعين اللي كانوا عند ديك 20000 و 30000 اللي كانوا عند الاولين هما اللي لبيت لهم انا الطلب، حيت كانوا كيشوفوني مع كنزه بزاف في الفيديوهات كيقول لي افتحي قناه افتحي قناه عندك ما تعطي. صافي لبيت لهم طلب ديالهم ولو كيقولوا لاصقه في عائله الغماري ماشي مشكل، انا لاصقه في عائله الغماري على قبل البوز نديروا لهم خطر. رد بالك كنزه راه. وانت كنزه شنو النصيحه اللي تقدر تفيد بها لي فولورز ديالنا؟ النصيحه اللي نقدر نعطيهم انه مادام انك غادي تبدا في يوتيوب خاصك تسد عينيك على لي كومونتير الخايبين، لحقاش كيسببوا بعض المرات مشاكل. كان تسبب واحد المشكل صغير ما نقدرش نقوله ليا انا نيت مع واحد صاحبتي و
وقعت بزاف بسبب كومونتير. قلت لها انا ما كنتش صاحبتك ما عندهاش علاقه بهذا الدومين ماشي معروفه. ما معروفاش. وقلت لها اش دخلني في لي كومونتير وهي كعات. ولكن من بعد فهمت انني انا ما لي حتى علاقه. دونك بنادم خاصو ضروري مادام انك غادي تبدا في واحد الوسط معين خاصك تكون قاد به، يعني ماشي تبدا ويحطموك لي كومونتير وتحبس. هذه هي النصيحة اللي نقدر نعطيها. شكرا لكم ونورتونا اليوم وما سخيناش بكم. احنا ما سخيناش بك الحق. الحلقة سالت. غنحاولوا كنت فكركم بواحد فوتو اللي غتخليوها عندنا هنايا في البلاطو. بما انك جيتي يا اميمة حتى انتينا ناخذوا لك فوتو ياك. صافي. واخا مو حاجة انتينا مريضة وليك شي نسخرك خايلة تجيب لي ديك الكاميرا اللي غنصوركم بها راهي عندك تموت في الطريق. شكرا. صححتي انت كنت بوحه. كنشكرك بزاف اميمه صديقي وكنزة الغماري. وغناخذ لكم صوره دابا. اما نتوما مشاهدينا نقول لكم بسلامه حتى نتلاقاو الاسبوع القادم مع ضيف جديد ان شاء الله.